بسم الله الرحمن الرحيم. أفرجك على جون أردن، مايكل بوجك، ترتور من أقوى الحمام الداجل للمسافات الطويلة. ده ذكر جون أردن بترتور، مايكل بوجك ترتور بيور. الحمامة ديت بيور ومعتمدة، أهاليها كسبانة، أبو الذكر ده وأمه كسبانين عند الأستاذ أشرف أجرس يجي 20 مرة فروع مكاسب أسوان. الحمام اللي أنا جايبه من بره من هولندا، جون أردن ترتول برضه كسبان في مقاطع في هولندا أكتر من مرة مسافة 1000 كيلو وأنت طالع. تمام، ده ذكر اهوت، الجناح بتاعه برضه التلات رشات الأماميين، الحمام بيلش تمام شديد شوية، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليه. أدي الجناح اهوت، المخدات بتاعته بسم الله ما شاء الله عليها، ذكر بيزق برضه اهو. دي الجناح بتاعه، دي ال10 رشات الأمامية. الحمامة كلها المسافات الطويلة تحس الريشة بتاعتها سكينة، يعني لو قربت الجناح تحس الريشة من فوق عاملة زي السكينة مقشوطة، وديت عاملة زي السكينة الرستو مش عريضة، ما هيش عريضة، تحس اللي هي مدببة خفيفة. شفت الريشة عاملة ازاي؟ دي الريشة المسافات الطويلة. المسفل بتاعه الدكورة بالذات تحس اللي هي 4 صوابع، الدكورة 4 صوابع وقافل، 4 صوابع وقافل مسفل العظمة، العظمة دي لغاية العظمة بتاعته اللي تحت، تحط كده ال4 صوابع همت وقافل على العظمتين. تمام، الجناح من هنا من اهو من الحتة المفصل ده لغاية هنا قوية وقصيرة مش كبيرة، قوية عضل، ده عضل. جناح سلس ما برعش في ايدك زي ما قلنا، علشان اللي برعش ويقعد يتهز ده قصير، ده قصير جنسن، انما الطويل سلس عشان ياخد ويدي معاك. وهو ليه سموه بقى مسافات طويلة؟ لان الجنسن لما بيهز كده بقى جناحه مشدود، عصبه مشدود، له مسافة محددة 200 كيلو 300 كيلو 150 كيلو 250 كيلو اخره، لو بعد عن كده ما يجيش يضيع، او اجنحته تتمزق، اجنحته تتمزق ليه؟ عصبه شديد فله مسافه معينه. انما ده سلس عامل زي النسر كده سلس، شوف عامل ازاي، رخ ضربته هاديه لكن مسافته طويله. وخلي بالك الحمام ده انا مجربه سريع، سريع جدا، مع انه ضربته سلسه لكن سريع في طيرانه، يعني احسن من جنس في المسافات بتاعته. في جناس سريعه زي ما انا قلت، لكن لها مسافه معدده، انما ده الجناح سلس ما بيرعش. اي واحد يقول لك انا عندي مسافات طويله وتلاقيه بيقعد يتهز كده ويتنفض يتنفض، دي ممكن تكون بروتونات زياده عن اللزوم، بروتونات مخزن الفرد وبيديله بروتونات مخلي الفرد جسمه ضخم وبيقعد يتهز كتير. لكن تقليب الجناح ذات نفسه اهم حاجه في الفرد الطويل، جناحه سلس ما يشدش، عصبه ما يبقاش شديد زي الجانسن علشان ما يمزقش في المسافات الطويله. تمام يا باشا، ادي جون اردن مايكل بوجك ترتور زي ما قلنا، ادي العين، العين مشبعه، وفي ملح عندي، ملح الماظي وملحي مشبع بالياقوتي. تمام، هذا الذكر بسم الله ما شاء الله عليه، ادي جون ارض مايكل بوجو بترتو، بيطلع عند الحمر وبيطلع عند الاشاوي وبيطلع عند الصمر وبيطلع عند الكتايبه المفصصات، جميع الالوان جميع الالوان. تمام يا باشا، ده جون ارض مايكل بوجو بترتو، شكرا.